إذا كنت ترغب في السعادة وذهاب همك فاقرأ القرآن، فقراءة القرآن خير عبادة وبه نخاطب ربنا الرحمن، وهو الذي قد أحكمت آياته قهر الجميع بلاغة وبيانا، وهو العلاج لكل قلب متعب سئم الحياة ولازم الأحزان، يستمطر الرحمات من رب السماء لسامعيه وقارئيه الآن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وما زال العطاء يتواصل في هذه الليلة القرآنية المباركة والتي أقيمت لأم كريمة، أسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته. نعيش وإياكم مع آيات مسك الختام يتلوها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الجليل، القارئ الذي لقبه أحباؤه وعشاقه بطاووس القراء، فخر قراء محافظة المنوفية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الشيخ عاصم حفن العناني، القارئ والمقيم بالرمالي مركز ومدينة وسنا بمحافظة المنوفية، سائلين المولى عز وجل أن يفيض عليه من فيوضاته، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
ويطعمون الطعام على قبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وقريرا متكئين فيها ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقون فيها كأسا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا
عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة عبرة لمن يخشى بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
نادى بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها وطهرها والجبال أرساها متاعا
يا رب. لا إله إلا الله لا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
كلا إن الإنسان ليطغى كلا 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 إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة
صفا مطهرا إذا كتب قيما وما تفرق الذين ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحم فقيدتنا بالقرآن وشفع فيها القرآن وشفع فيها النبي المصطفى العدنان. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وجيرانا خيرا من جيرانها. اللهم
خطايا ذاب الماء والثلج والبرد. اللهم نقها من خطايا ذاك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم شفع في ذا القرآن وشفع فيها الصيام وشفع فيها الصلاة وشفع فيها النبي المصطفى العدنان. اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.